وللحديث أكثر حول تحركات الأسواق العالمية تنضم إلينا من دبي نادية البلاسي، محللة الأسواق في إكويتي جروب. أسعد الله صباحك نادية. يعني عم نشوف اليوم التداولات الإيجابية في الأسواق الأوروبية، والتي تأتي أيضا امتدادا لإغلاقات وول ستريت من بعد البيانات الإيجابية التي لاحظناها بالنسبة لبيانات الأعمال، أعمال الشركات للربع الأول من هذا العام، وخاصة من القطاع المصرفي. برأيك هذه النتائج الإيجابية التي نشهدها في نتائج أعمال الشركات، إلى أي مدى ستكون متواصلة وانعكاساتها واضحة أيضا على تحركات الأسواق خلال هذه الفترة؟ صباح الخير سالي. طبعا رأينا أن جي بي مورغان ارتفع بنسبة 7% أو أكثر خلال تعاملات الأسبوع، يعني ذلك من نتائج أرباح جيدة وأكثر من التوقعات، وذلك يعني بيكوز البنوك الصغيرة هي التي دعمت البنوك الكبرى في طبعا الإيداعات الأكثر والمور ديبوزيت من أجل تخوف أو مخاوف المستثمر من البنوك الصغيرة التي يعني عملت هذه الأزمة المصرفية. فممكن أن نرى يعني طبعا البنوك الكبرى أن نرى ارتفاعات لمدة هذه الكوارتر، وأيضا ولكن يعني بعين الاعتبار أن في مخاوف من الركود الاقتصادي، فهم برضو صرحوا slower growth أو بطء، يعني بطء في الكوارتر الجاي، وذلك بسبب الأزمة المصرفية التي رأيناها في الفترة الأخيرة. نعم نادي، يعني ما لاحظناه أيضا وما تابعناه من بيانات التضخم اللي تبطأ للشهر التاسع على التوالي، هذا بالإضافة لصدور عدد من البيانات في المقابل كبيانات التجزئة وأسعار المنتجين والتي جاءت متراجعة. برأيك إلى أي مدى هذه البيانات اليوم ترسم ملامح الاقتصاد الأمريكي وقرب دخوله في حالة ركود برأيك؟ طبعا مثل ما شاهدنا الـ PPI انخفض إلى 0.5 سلبي من التوقعات اللي هي كانت عند 0%، وذلك أثر في يعني انعكس في الأسواق الأسهم طبعا، وأيضا مبيعات التجزئة التي أيضا انخفضت، فذلك كلهم يدل على أن التضخم بالفعل انخفض يعني إلى 5%، ولكن لسه في تضخم زائد في الأسواق. يعني الفيدرالي التارجت تبعه 2%، يعني لازلنا في مساحة كبيرة إلى أن نتخطى هذا البرسنتج، ولكن مع يعني ظهور هذه البيانات الاقتصادية والمور يعني الفيدرالي قال أنهم سيشهدوا هذه الإيكونوميك إنديكيتورز والتي ستكون محور الفيدرالي للاجتماع القادم، لذلك هذه البيانات مهمة جدا في الفترة يعني الجاي. نعم نادي، يعني أبرز ما يتابعه أيضا ليس فقط المستثمرين ولكن حتى الشخص والمواطن العادي اليوم بالنسبة لأسعار الذهب، الارتفاعات القوية التي شهدناها بالنسبة لأسعار الذهب، برأيك اليوم إلى أي مدى سيكون قادر على الوصول لمستويات 2030 خلال الفترة المقبلة، وسط أيضا توقعات بالنسبة لرفع الفائدة 80% صارت بالنسبة للأسواق اللي بتسعر رفع الفائدة ب 25 نقطة أساس في الاجتماع المقبل؟ نعم سالي، يعني بالفعل 2000 هي رقم سبورت جدا مهم لأسعار الذهب، ومثل ما رأينا أنه اخترق هذا الليفل ولكنه يعني رجع فوق ال 2000 دولار مجددا، لذلك يعني ننتبه على المحاور التي تثير رفع أسعار أو تدعم رفع أسعار الفائدة مثل البيانات الاقتصادية وطبعا السياسة النقدية من قبل الفيدرالي. طبعا الأزمة يعني ال 25 نقطة أساس ستكون مهمة جدا في أسعار الذهب، ولكن مع يعني توقعاتنا إلى الركود الاقتصادي أو تباطؤ اقتصادي أو the acceleration في الإيكونومي، يعني ممكن أن نرى أن أسعار الذهب لا زالت ليس لها المجال أن ترتفع أيضا فوق ال 2030 دولار بسبب يعني الحالة العدم الوضوح التي نشهدها الآن في الأسواق من قبل البيانات الاقتصادية ومن قبل أيضا السياسة النقدية. نعم، كل الشكر لك نادية البلاسي محللة الأسواق في إكويتي جروب على هذه التفاصيل.